هو جت 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 هي هي فطري فطري اوعي تضايقي نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك انا ممكن اراجع معاكي السيناريوز مثلا لو تحب. يعني الله يخرب بيتك يا عم مجيد. انت تزعلها برضو عبد المجيد مزعلها برضو. بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لي جوه عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ معقوله وجريب فروت ايه يا رانيا؟ هي طلبت مني الجريب فروت. جرى ايه عادل؟ انا بضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم، والنبي عادل قول لها اني بقى. وانا كمان انا كمان انا كمان حاضر 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 كله بالطابور. رانيا انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني، يعني انا ممكن اخليها تغني معاك. يا سلام. تعالوا بس اقفوا طابور بقى، اقفوا طابور يلا. لا انا بس انا الاول انا الاول انا ماما. لا لا هي الاول هي الاول. انا مامتك. لا لا طبعا ازاي ماما. رانيا دلوقتي وانتوا خليكم في الطابور. يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا. بصي هي واضح ان هي مركزه، فانت خش على الموضوع على طول. اعمل ايه يعني عادل؟ خش على طول خش على طول. اوكي اوكي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على الفراش دقوا الشماسي. ايوه دقوا الشماسي. يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه. ايه السخافه دي؟ شفتي مش قلت لك صوتك وحش؟ احنا اسفين جدا والله. عارفه حضرتك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان. صوت ايه اللي وحش؟ مش تخبطه؟ يا معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني. طب معلش ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز؟ قوي قوي. بس كان ليا سؤال صغير، يعني بالنسبه حضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي، حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني؟ لا ما كنتش بدق. عارف ليه؟ ليه حضرتك؟ لاني ما بدقش على الحاجات دي. بره بره اطلع بره. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقيت الاغنيه اتفضلي بقيت الاغنيه. كسفتيني انا كده مش عارفه اركز. مش حضرتك اللي قلتي؟ مش قلتي لي ان دي عيله سكرها وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم. طب ما تخليش حد يدخل لي وخصوصا اللي اسمه عادل ده. مساء الخير. انا بعتذر مبدئيا. لا ما هو لا 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 اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني. يا سلام. وحياه عبد السلام. يا استاذ عادل يا استاذ عادل ابوس ايدك ارجوك يا اخي سيب المدام تركز. طيب يا اخي انت بتضايقها ليه؟ ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد. بعد اذنك اطلع برا اطلع برا اطلع برا. حضرتك يعني دي سناء اختي، هي مطلقه يعني بس اكيد نفسها تتجوز. انا ما عنديش عريس مناسب ليها. لا حضرتك انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض زي محمود قبيل، يعني اي حد وخلاص. بس هي اصلها ايه جلدها تخين شويه. اه دي حاجه منتشره في عيلتكم. بس غيري خالص يعني. طب انت عايزني اعمل ايه؟ زبده حضرتك اللي زي البشره، قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده. حضرتك الكريم بتستعملوه له اسمه ايه؟ لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها. الكريم اسمه لا برضه حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف ليه، يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه. هي دي حضرتك العلبه دي؟ دي بتاعت الوش اهي. خدي يا سناء خدي يا سناء دي هاتي زيها. ها عادل دي مش علبه فاضيه، دي مليانه على اخرها يا عادل. ما يجراش حاجه مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني، او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه. 10؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك لسه برضه في صفحه 3 عارفه؟ لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو. امشي 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 امشي. شفتي كسفتينا ازاي؟ كسفتينا ازاي؟ اتفضلي اتفضلي. ما انت يا بس بقى. يلا بينا يا ابن مجيد، انا مش هقدر اكمل في البيت. ما ينفعش يا مدام، ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دوخات عشان نلاقي المكان ده، وبعدين الناس دول احسن من غيرهم. دي ناس يا الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك. ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت. خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب. ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف، مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه؟ ده ما بيحترمش اي خصوصيه، لا وكل شويه بينكد. وقال ايه؟ السيناريوس. جاب السيناريوس دي منين؟ انت عارف انا نفسي اقوله في وشه انت مش ظريف خالص، انت سم دمك يلطش. ايه ده في حد ضايقك في البيت هنا ولا ايه؟ يا عبد المجيد. ايه ده برضه انت عبد المجيد برضه ضايقت المدام؟ معقوله معقوله؟ اتفضل تعالى تعالى اطلع بره اطلع بره اطلع بره بعد اذنك اطلع بره اتفضل. دي بقى ست الحبايب مش محتاجه وصيه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عارفه انا بحب كل افلام ميرفت امين.
انت ليه مش مصدقه ان انا ميرفت امين؟ مصدقه يا حبيبتي، بس انا اسلوبي كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عام، اقول لا انا، لا لا اعوذ بالله من كلمه انا. انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض، دول عيله جرابيع. انا اتشرفت يا مدام. سي عايز اسالك سؤال من فضلك يا مدام ميرفت، هو ليه حضرتك ما بتعمليش افلامات عالميات؟ السؤال غلط يا حمات، السؤال غلط. ليه الافلام العالميه ما بتستعينش بالاستاذه ميرفت امين؟ ما هتصدق يا استاذ عادل، حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بقك ما بيبقالوش طعم. ربنا يخليكي، ربنا يخليك. على فكره انا مؤلفه قصه. قصه؟ اه، حدوته فيها قصص كتير كده ومناظر وقصص. اه يعني حدوته عنقوديه يعني. عن تضحيه ام، اسمها تضحيه ام. ام عايشه بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته، والام عماله تضحي 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 تضحي. تفتكري بقى النهايه هتكون ايه؟ اكيد هتنتهي التضحيه. اه شفتي، انا خلاص هقعد معاك. والله قول لعبد المجيد يلغي الاوردر. يلغي الاوردر؟ يا سلام، دي الكلمه اللي انا مستنيها من الصبح. اه ارتحت يا استاذ عادل؟ طبعا والله ارتحت لحضرتك. يا سلام، حرقت اعصابي وارتحت. ربنا يخليك، والله العظيم مش عارف التضحيه اللي حضرتك عملتيها النهارده. لقيت الاوردر كله. يا رانيا يا نجلاء، تعالوا كلكم، تعالوا كلكم يا جماعه، تعالوا. تعالوا تعالوا، مدام ميرفت خلاص لغت الاوردر وهتقعد معانا النهارده. بالمناسبة السعيدة دي يا جماعة، أنا هبعت دلوقتي أجيب كشري. هو صحيح مش أنا لوحدي اللي بذاكر، يعني الياسمين كلنا بنشارك بعض، بس الحقيقة إن بنتي لقطة مني الذكاء والموهبة والمعلومات كده يعني. وأنتوا عاملين إيه بقى في شغل البيت؟ مين فيكم اللي بيطبخ؟ أنا أنتي إيه؟ أنتي آخر واحدة تتكلمي. لعلمك كلنا هنا في البيت جاهدين، بنحاول ما نخليش رانيا بالذات هي تطبخ لنا. ايوه صح، عشان لما بتطبخ لنا كلنا بنروح الاسعافات، بنعمل غسيلات معدات من التسممات. على فكره انا طبيخك الوحش جدا لحد ما اكلت منه. ايوه كلنا كنا الاول كده يا حبيبتي. اه بس انا بقى اول مره اخش المطبخ علشان اطبخ لجوزي مسقعه داخل الحمام، من ساعتها ما طلعش. انا بموت في المسقعه. طب دوقيها من ايدي بقى. لا 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 لا. بالمناسبه يعني الفيلم بقى بتاع حافيه على جسر من الذهب، ساعه ما حضرتك بقى ايه كان معاك عادل ادم، كان هو عادل ادم اللي هو بحق وحقيقي، ساعه ما كان بيقولك يا قطه، وبعدين كان بيولع لك في الفستان يعني، وكان بيغلس عليكي جامد في الفيلم. كان هو بيغلس عليكي برضو في البلاتون ولا ايه؟ بلاتون. كان معاك شهادات ايه؟ والمسقعه ايه يا ماما بتقولي؟ انا اللي هعمل مسقعه. لا 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 لا، اوعي تاكليها من ايديها، انا اللي هعمل لك مسقعه. تحبي بقى بالبشاميل ولا من غير؟ يا ريت بالبشاميل. هي ساعه واحده وهتكون جاهزه يا حبيبتي. انتوا القعده معاكم ما يتشبعش منها. يا اختي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله عارفه حضرتك نفسك. انا وجهت لك كلام.